نستخدم الموفينج افريج لحددنا حركة السوق اللي هي طالعة أو نازلة. نروح على المؤشرات أو الانديكيتورز، نستخدم هذا المؤشر موفينج افريج اكسبنشن. نغير من الإعدادات، هو 9 يعني 9 أيام، انتو تخلوه لميتين 200 يوم. عندكم هنا المؤشر يقول لكم ايش، انه السوق نازل، السوق ماشي. لو انتو شايفينه هنا نزيد نغير الإعدادات شوية نخليه واضح أكثر. تمام، هذا اللي هو السوق اللي انتو شايفينه. اي حاجه السوق لما يكون فوق المؤشر معناته انه السوق فوق، لما يكون تحت تمام زي ما هنا انتم شايفين السوق تحت المؤشر معناته ان السوق نازل. تمام، طب احنا كل التحليلات اللي قمنا فيها تدعم كلامنا، معناته ان السوق بيوصل لهذه المنطقه وبيحصل له ارتداد. تمام، احتمال يعني عندنا هنا منطقه الارتداد، وعندنا السوق المؤشر يقول لنا انه السوق بينزل. تمام، احنا اول ما ندخل الصفقة بندخلها من هذا المستوى. تمام، وناخذ البروفيت عند هذا المستوى. تمام، الستوب لوز نخليه عند هذا المستوى. تمام، زي ما ذكرنا بالفيديو اللي قبله. تمام، هذه اول نقطة بالبروفيت. تمام، في عندنا طريقة ثانية انه ممكن تدخل بالتريدين مع بعض، مثلا هذا وان تريد، هذه استراتيجية الصفقة الواحدة، يعني تدخل وان تريد وتحط الجوال وخلاص تطلع ما تنتظر. اوكي، عندك الثانية، النوع الثاني من استراتيجية الدخول والخروج، مثلا انه انت حاطط النقطة هذه الاولى على هنا. تمام، وزي ما اتفقنا انه عندك الستوب لوز هنا عند هذا المستوى او اعلى منه بشويه. طيب، تدخل بتريد تاني. تمام، هذا التريد لو حصل عندك خساره ممكن يعوض لك الخساره، يعني مثلا السوق مشى كل ما طلع بالمنطقه اللي محددها انت باللون الاحمر معناته خساره لك. تمام، انت بتعمل تريد ثاني اللي بيكون يغطي المنطقة اللي انت حاطط فيها ستوب لوز، يعني بتدخله من فوق من هنا. تمام، بتدخله من المستوى الأخير من مستويات الارتداد، أكيد منطقة هنا بتكون أعلى من هنا. تمام، وبيكون بنفس الوقت عوض لك أي خسارة حصلت عندك هنا. هذه اللي هي المالتيبل الادابتف، اسمها الادابتف استراتيجي. تمام، تدخل بتريدين. هذه هي طريقة استخدام الفيبوناتشي. طبعا في طرق ثانية نستخدم استخدامات الفيبوناتشي بنتكلم عنها ان شاء الله في فيديوهات لاحقة. اتمنى انه الموضوع كان واضح، ولو عندكم اي استفسار اي سؤال ممكن تحطوه بالكومنتات. اشوفكم على خير.